مشهورة أمريكية دائما تثير الجدل بكل بوستاتها، بكل الأمور اللي تنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، مو فقط هي، هي وأخواتها أيضا. اليوم حديثنا وخبرنا الأول هو عن كيم كارداشيان يلي متهمة بالتبذير بسبب تغطية سيارتها اللامبورغيني بقماش شبيه بالفرو الناعم. راح نشوف احنا وياكم هذه الصور ونسرد لكم تفاصيل الخبر وشنو التهمة او سبب اتهامها بالتبذير بسبب غطاء سيارتها اللامبورغيني بالفرو الناعم. طبعا اثارت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان جدلا بين متابعيها بعد ان كست سيارتها اللامبورغيني يلي يبلغ سعرها 200,000 دولار بقماش من نوع سكيمز، الامر يلي اعتبره البعض بذخا وافسادا للسياره. وشاركت كيم كارداشيان مقطع فيديو عبر حسابها على تويتر تظهر فيه لمتابعيها التحديثات التي اجرتها على سيارتها اللامبورغيني باهظه الثمن، وغردت كارداشيان قائله: قريبا رحله جديده مع كل شيء من قماش سكيمز المريح. وبينما دعت كيم متابعيها للتعاون مع شركه سكيمز لتغطيه سياراتهم بنفس الاسلوب، تلقت ردود فعل غير مرحبة، إذ استنكر كثير من المعلقين على تغريدتها هذا التصرف الذي وصفوه بتبذير وهدر المال. وعلق أحدهم: أعتقد أن هذا هو أكبر إهدار للمال رأيته في حياتي. بينما علق آخر: يا إلهي، أليس هذا أغبى شيء رأيته على الإطلاق؟ وقال ثالث: عندما تكون ثرياً ولا تعرف كيف تنفق أموالك، مثل ما شاهدنا مشاهدينا أو من بعد ما شاهدنا هذه الصور للشهيرة كيم كارداشيان. عندنا فيديو راح نشاهده إحنا وياكم ويوضح أكثر عن تفاصيل الخبر يلي سردناه لكم من خلال سيارتها اللامبورغيني المغطاة بالفرو الناعم. Okay, you guys, my new ride is here. Look at this. This is all the cozy fabric for Skims. Look, I'm matching the car. Is this not the cutest thing ever? Oh my god. Look at this. I'm in Skims Cozy. Look at that. I am actually dying. It is so cute. Okay, you guys, my new ride is here. Look at this. This is all the cozy fabric for Skims. Look, I'm matching the car. Is this not the cutest thing ever? Oh my god. Look at this. I'm in Skims Cozy. طبعا الامر يلي حدث ويا كيم من اثاره للجدل هذه مو اول مره، المتعارف عليها هي دائما هذه المشهوره تحب كثير الجدل على كل مواقع التواصل الاجتماعي، سواء في البوست اللي تنشره او حتى ممكن الستوريز. فبالتالي اليوم كل شخص حر بحياته باختياراته بتصرفاته، لكن المشهور اليوم لازم يخلي بعين الاعتبار هو شخص شخصيه عامه، فبالتالي اي خطوه لازم تكون محسوبه، لان اليوم غايه الناس او ارضاء الناس غايه لا تدرك، فبالتالي احنا لازم ننتبه على اي تصرف نقوم به. للامانه انا الموضوع عجبني، حبيت عمر يمكن كذلك، لان باللون الابيض واني من عشاق اللون الابيض، يعني هو فبالتالي هو فعلا فعلا يعني اليوم الموضوع باهدار للمال، لكن هي يعني هي بالتالي مشهوره يمنا ميرهم هذا يعني بحرنا وجونا فرو ناعم، واحنا درجات حرارتنا توصل للـ50 واكثر، فالموضوع لا يحتمل. اكيد تريدين تقولين اكل ما يعجبك والبس ما يعجب الناس، مو بالله؟ لا يعني لا شنو؟ بين وبين يعني بين. اكون منطقيه، احاول ما يعني اراعي متابعيني، لان بالتالي احنا نعرف الناس هوايه اكو بعض الاشخاص اللي ينتقدون وما يعجبهم العجب، فاكون مراعيه يعني، لكن بالتالي ارضي نفسي، ماكو شيء اسمه ارضي الناس واعوف نفسي، لا. انا اول وتالي هي الاجواء الاوروبيه دائما بارده، وانا هسه هاي وضعيه الفرع، يجوز تريد تحضنها وتنام، يا حظ يعني شكو. على العموم هذا الخبر الاول انتشر فعلا واثار جدل بمواقع التواصل الاجتماعي.